يمكن من النقاط او من ابرز النقاط اللي تم التعليق عليها في المقدمه انه الرئيس الفرنسي نفسه تم مواجهته بالمشاكل في الداخل الفرنسي، تحديدا عمليه السترات الصفراء وتعامل الشرطه مع السترات الصفراء ومشاهد العنف الواضحه في الشارع الفرنسي. والحقيقه انه رغم الحلول اللي اخذها اللي علاقه بالغاء الضرائب بشكل مؤقت او الحوار المجتمعي او احنا شايفين انه في لسه المظاهرات مكمله في الشارع الفرنسي. طبعا هو في ارتفاع في الاسعار، يعني كنت مدير مكتب وكاله تنبؤات خاصه في نعم باريس، طبعا في فرنسا فيها زياده في الاسعار بشكل يومي، يعني بالذات في الايجارات. الايجارات في فرنسا ما فيش عندنا حتى ايجار قديم، في فرنسا ما فيش ايجار قديم في فرنسا، كله الايجارات بتزيد كل سنه 10% زياده، فطبعا عبء كبير جدا على الناس. وبعدين بره الطاقه اما بتغلى مشكله، ما تقدريش تقعدي في بيتك من غير شوفاج اللي هي سنترال هيتنج او التدفئه، لان بره لو قعدتي في فرنسا مثلا في درجه حراره 2 و3 وصفر وبتاع من غير تدفئه، خاصه في الجزء الشمالي من فرنسا 5 تحت الصفر و6 تحت الصفر، يبقى مشكله كبيره جدا. فالناس اللي بتشوفهم بيتكلموا مش عارفين يدفي ولادنا دول، بيتكلموا لان بالفعل اسعار الطاقه في فرنسا غاليه جدا وما بتقدرش تدفع فلوس. كانت جازو امراه يعني كانت بتطلع فرنسيه بتقول مش عارفه ادفي ولادي. طبعا في مشاكل كثيره جدا بالنسبه للشعب الفرنساوي، خاصه الجزء اللي هو المتوسط او الفقير اللي هو بياخد تقريبا الحد الادنى من الرواتب اللي هو 1200 يورو. 1200 يورو طبعا بالنسبه لفرنسا دي تعتبر يعني رقم متواضع جدا بالنسبه للفرنساويين كدوله، دوله غاليه ودوله برغم ان هي خامس اقوى اقتصاد في العالم، يعني فرنسا خامس اقوى اقتصاد في العالم. شوف ان ماكرون اللي وراه خامس اقوى اقتصاد في العالم بيصدر ب 600 مليار يورو كل سنه، عنده مشاكل. شوف انت بقى واخده دوله كنت كل شيء متوقف بما فيها السياحة اللي هي اعتمدت عليها لمدة 30 سنة على سنة الدخل الوحيد بالنسبة لمصر. حتى السياحة طبعا من خلال الإرهاب تم توقفها، وبعدين تم تتعرضي لعملية إرهابية الناس كلها بتمنع السياحة عنك. فرنسا حصل فيها 6 عمليات أو 7 عمليات في 2017، والحقيقة أن السياحة لم تتوقف ولا أي حد، ومحدش قال للمواطنين بتوعهم ولا نصحهم حتى ما تروحوش فرنسا. وفرنسا برغم الارهاب، فرنسا 65 مليون فرنسي بيزورها 80 مليون سائح. صح. بالعكس ده السنه اللي حصل فيها ارهاب الشركات نسبة تقريبا عليت. عليت. احنا عندنا لو واحد ضرب واحد بسكينه اوقف السياحه. طبعا الاستهداف طبعا مشكله كبيره جدا.